نروح لملف تاني وملف التعامل مع الحراس. اتعاملت مع خلينا نقول اتنين حراس كبار، شريف اكرامي ومحمد الشناوي. شريف هو كان الحارس الاول للاهلي فترات كتيره، وبعدين بعد تراجع المستوى شويه محمد الشناوي اصبح هو الحارس الاول. ازاي اصلا تتعامل مع حارس تحديدا يعني زي شريف متعود ان هو الحارس الاول في الاهلي لسنين، وبعدين مره واحده بقى الحارس التاني، ازاي تقدر تتعامل معاه نفسيا؟ طيب في البدايه طبعا انت في نادي كبير وفي نادي فيه سيستم وفي نادي اكبر من اي حد. يعني بنتكلم عن النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، وكلنا عارفين كده، كلنا بقى كاداره كلاعيبه ك ك ك ك ك كمدربين عارفين ان الكيان اكبر من اي حد طبعا. فلما انت بتخش في 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 في, في المكان ده وبتشتغل، بتبقى دايما انت وانت شغال السيستم بيساعدك ماشي، والكيان الكبير ده بيساعدك. طب مش معنى كده بقى ان انت تخش بقى يعني تطيح بقى في اللعيبه وفي لا، هو طبعا عايز برضه تتعامل ازاي ويبقى معاملك فيه صدق وتبقى فيه وضوح، ما بقاش فيه هوا، ما بقاش فيه مصالح، وكل ده يبقى واضح. شريف اكرامي فترات كبيره جدا قعد اساس اكتر من 5-6 سنين في النادي الاهلي، وكان بيلعب احمد عادل فترات كبيره برضه، وبيرجع يقعد تاني وشريف بيلعب له، وكان وقتها هو الجون الاساسي. فتره من الفترات بعد مباراه الوداد اللي خسرناها هناك 1-0 وخسرنا بطوله افريقيا، لما رجعنا كان عندنا فتره توقف وهنبدا بقى الدوري، كنا لعبنا فيه ماتشين بس، وكان لعبه شريف اكرامي مع التكمله اللي كان الماتشات اللي كان بيلعبها في افريقيا. خدنا قرار كجهاز فني ان ندي فرصه للشناوي محمد الشناوي. الولد من يوم ما لعب اول مباراه، كانت مباراه الانتاج الحربي، كسبناها 2-1 في استاد السلام. كسبناها 2-1، الشناوي ما عادش. انا حضرت الشناوي الموسم ده لعب حوالي 31 مباراه. النقله بقى من انك الحارس الاساسي، رجعنا من السفريه، لا انت الثاني وهو الاولاني، عملتها ازاي او اتكلمت ازاي مع الاثنين؟ لا طبعا دي بتبقى صعبه طبعًا. يعني البدايه بتبقى صعبه جدا طبعًا. ان انت بتجيب حارس، خد بالك شريف كمان، ده شريف كمان كان جاي لعب اخر مباراه مع المنتخب بالظبط. يعني احنا بعد الوداد شريف مشي من المغرب على تقريبا على المنتخب، ولعبوا مباراه غانا وشريف عامل مباراه كويسه قوي قوي كمان يعني. احنا كجهاز فني بنقعد بقى وبنشوف، خدنا قرار كجهاز فني طبعا. اتكلمت معاه انت شخصيا ولا الجهاز؟ لا اتكلمت طبعا، بتكلم مع شريف طبعا. انت اللي اتكلمت معاه؟ طبعا. قلت له شريف احنا طبعا، بس يعني في المعسكر بقى يعني، واحنا في الفندق بنتكلم، بنروح المعسكر بنروح 3 حراس مرمى ماشي. فجبت شريف كلمته في الاوضه عندي، تعالى يا شريف الوضع كذا 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 كذا، واحنا خدنا قرار بانه محمد يبقى شايفين بكره ان شاء الله. يعني هو طبعا بيبقى واضحه شويه في التمرين بس مش واضحه بنسبه 100% ماشي. فلازم طبعا، ده لعيب كبير طبعا ولعيب اساسي بقى له فتره كبيره وكابتن من كباتن الفرقه، فما ينفعش انا كده ايه اقوم داخل في المحاضره يوم المباراه واقوم رايح قايل التشكيل وتجاهله. لا ما ينفعش يعني انا لازم الحته دي، انا بحب قوي ان انا ايه ما استدرش بقى مشاكل للمدير الفني، ان انا دايما المدير الفني يبقى مركز بقى في لان الحته دي شائكه قوي وبيحصل فيها لغط وبيحصل فيها مشاكل كتير. فان انا اجيب شريف بقى طبعا برضه بخبراته بقى شخصيه برضه شخصيه ومتعلم ومثقف حاجات كتير قوي يعني، وزي ما قلت لك برضه وزي ما قلت لك في النهايه الكيان يعني مش هينفع يبقى يحصل يعني مشاكل تبقى واضحه قوي كده كبيره في النادي الاهلي.